اسمي الدكتورة عبير فايز البواب، دكتورة في الجامعة الأردنية منذ أكثر من 20 عام في قسم الكيمياء بالذات. لما درست الدكتوراه درستها بمرافقة زوجي، الأصل كان زوجي مبعوث من جامعة اليرموك وأنا رحت مرافقة معه على يعني على أمل إني أقدر أكمل دراسات العليا معه. بالفعل عملت بعض الامتحانات وقابلت بعض الدكاترة والأمور مشيت وقدرت أحصل على منحة من الجامعة الأمريكية لأدرس الدكتوراه والماجستير. هلأ بعد هيك لما رجعت على عمان كان في عندي لازم يعني الواحد يشتغل أو يعني يدير باله على ما بنسميه إحنا التقدم الأكاديمي، وليس فقط الدرجة الأكاديمية. التقدم الأكاديمي إنه الأستاذ المساعد يصبح أستاذ مشارك وبعد ذلك أستاذ ويقوم بإجراء أبحاث كثيرة متعددة حتى يوصل لهاي المرحلة ويتقدم بملف كامل للجامعة في سبيل الحصول على هذه الرتبة الأكاديمية. بعد ما أخذت أول ترقية صارت الأمور كتير أسهل والأبحاث بتيجي بسهولة أكتر والمشاريع بتيجي بسرعة أكتر. عندي ما يقارب 80 بحث، بعض منهم عبارة عن فصول في شباتر، كتاب يعني أنا كنت أعمل كتاب تدريسي وليس كتاب علمي، بعض الأبحاث نشرت في مؤتمرات محكمة وليس فقط في مجلات علمية. كانت أبحاثي تتمحور حول السرطان، معالجة المياه. عملت أنواع من الأبحاث كمان في التعليم وأساليب التعليم. الجائزة الأخيرة وكل الجوائز اللي كنت أخذها ما كانت عن بحث واحد محدد، كانت عن مجمل أبحاث يقوم فيها يعني الباحث أو الدكتور الدكتورة في عدد من السنوات. يعني أنا في لما أنهيت من صندوق البحث العلمي وكنت نوعا ما يعني سعيدة إني رجعت لمختبري ولأبحاثي ولأموري وفي بالي يعني أفكار كثيرة، فوجئت بطريقة صدفة إني مريضة بمرض السرطان. ومرض السرطان نادر، مش كثير متعارف عليه وببلادنا مش كثير بيقدروا يعالجوه. فبالتالي الأبحاث تبعتي وفهمي للأمور كتير ساعدني، لأني بديت أقرأ كتير عن المرض وعن تبعياته وين أماكن ممكن أتعالج فيه. وبنفس الوقت خليت المرض ما يوقفني وقلت هو لازم يكون حافز لإلي لمزيد من الأبحاث ومزيد من العمل. فأثناء علاجي في الأردن كنت دائما أروح على مختبري وعلى أبحاثي وعلى طلابي بالذات. كانت عندي يعني لحظة سعادة لما أقعد بين طلابي، ولازم يكون في عبارة عن توافق وميزان بين الجانبين. البحث في الذات ما فيه أي تمييز، يعني حدودنا السماء. ما بقدر أجي أقول والله إنه المجتمع ضدي مش سمح لي إني أعمل أبحاث أو أخذ طلاب أو أبدع في الجامعة.